السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله تعالى غادي نبدأ واحد الشابيتر جديدة اللي عندها علاقة بلوبسيون تاع عدد السيلول. اليوم إن شاء الله تعالى غادي نطرقوا لكيفاش نحددوا عدد الأرقام وراء الفاصلة وكذلك بعد الفاصلة. ندير على سبيل المثال 160.0023. أوكي، تلاحظوا أنه أفش لنا جميع الأعداد وراء الفاصلة، بينما انا اللي بغيت نقول ليه افيشي ليه جوج الاعداد ورا فاصله نتاع مثلا على سبيل المثال بحال الشكل هذا. ثم نزيد، نعم الا بغيت انا نقول ليه افيشي ليه غير جوج الاعداد ورا الفاصله يكفي انني نسيليكسيون هاد لابارتي كلها او نحدد لي سيلي اللي بغيتهم ندير عليهم هاد لو تريتمون ونكليكي دغوا. ثم غادي نتوجه الفورما دو سيلول، ثم غادي ندير نومبر وغادي نستي هنا لو نومبر نتاع ديسيمال ورا الفاصله. ندير مثلا اوكي، تلاحظوا انه عطانا غير جوج الاعداد جوج الارقام وراء الفاصله. وبنفس الطريقه ممكن ندير فورما دو سيلول ونأجوتي بزاف الاعداد وراء الفاصله، تلاحظوا انه عطانا مثلا ستة الارقام وراء الفاصله. ثم كاين واحد الشيء اخر هو نكتب على سبيل المثال باش نديرو عفوا نديرو مثلا بهذا الشكل، نقول له انا بين نقول لي مثلا بين كل 100 و100 فصل لي الفاصله، مثلا 1150 يدير 1000 واحد فاص اسباس ويكتب 150. نزيد فورما دي ستيل ونزيد ايتيليزي هاد باش يكونوا سيباري هاد الفاصل بيناتهم ونزيد اوكي. تلاحظوا انه درنا 100 ودار اسباس ودار عاوتاني 101 ودار 160 ودار فاصله. اذا فصل لي كل ثلاثه نتاع الارقام بواحد الاسباس بسيط. اذا هذه هي اول عمليه او اول بروبريتي او لا اوبسيون مسؤوله عندي الحق نتحكم فيها انطلاقا من السيلول، هي انني نتحكم في عدد الارقام وراء الفاصله ونتحكم كذلك نفصل عندي نفصل كل ثلاث الارقام من بعد الفاصله نفصلهم بواحد الاسباس. وكذلك نفس الطريقه ممكن نديرها هنا، ندير مثلا على سبيل المثال 15.00 دير كليك عليها ثم كليك على هاد ليكون هادي نتاع السين، تلاحظوا انه ردت لنا تتساوي 15.00. اذا هادي الطريقة كيفاش انا نتحكم في الاعداد او الارقام اللي كاينين وراء الفاصلة وكيفاش ندير واحد بعض التعديلات على العدد اللي كان في وسط السيليل. وغادي يكتفي بهذا القدر حتى الدرس المقبل ان شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.